السؤال الثاني هنا الكونتكست دول عاطفي يخلينا انا نحكيو اليوم عن الجذاب سهل بالنسبه لبعض الشباب بالخطابات المختلفه الخطابات يعني هي الاستقطاب الفيرتوال هل انها انديبوندون من وقت ياسر متاثر بالخطاب العاطفي سواء كان في الفنون في المسرح في الدراما في الموسيقى الى اخره خاصه مع الفن الرسم
هو تحليل الفوارق وتحليل الخطاب هو الفهم وإدراك التأثير ثم سيأتي فيما بعد ربما هذا دور مراكز البحث ودور الدراسة الاستراتيجية. بالنسبة لي إذا السؤال استراتيجية الواقع المجتمعات ربما تكون متباينة ومختلفة في درجة تقبل هذه الفكرة. نذكر فقط بمثال لما أتاه في جمهورية وقدم فتوى في قطاع الفتوى من مفردات لأنه دعا إلى ترشيد الاستهلاك. فسأل الناس وقال ما دخلك أنت في هذه الأمور؟ وتقريبا الأمر تم في تونس على اعتبار أن المفتي له مجاله المخصوص ولا يتعدى مجتمعات أخرى تكون فيها فتوى أكثر من مشاكل. اليوم في عندما نتحدث عن استقطاب نتحدث عن الأدوات الجديدة عن غوايات الصور. عندما نأخذ على سبيل المثال وبالذات لو قدمنا أمثلة تطبيقية هذا المثال فقط فتوى في يوتيوب موجودة يمكن أن تكون لداعي وجه المال يكفر فيها صاحب جائزة أحمد زويل ويقول هو مجرم كيف يكون يجوز عليه الدعاء ويتحرك تراكم عليه. ومقطع فيه كان على المكاتب وهو على المشهدية كيف أنه يحشد الأدوات النصوص النقلية من القرآن الحديث ليبين أن هذا رجل ولا كافرين. يعني اليوم عندما نحلل هذا الخطاب ونفهم